بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الطلبة، بنات الطالبات، أمهات العزيزات، النهاردة هنبدأ في يونت نمبر 6 تحت عنوان دايناصورز. الديناصورات الوحدة الستة كلها هتكون على عن الديناصورات. ليسون نمبر 1 تحت عنوان Amazing Dinosaurs، الديناصورات الرائعة أو عالم الديناصورات عموما. عايزين مع بعض الوحدة دي نطلع منها بكمية معلومات كويسة جدا عن الديناصورات، يعني قبل ما ندخل في ليسون نمبر 1، يعني في العموم عايزين نتكلم عن الديناصورات. ما هي الديناصورات؟ What do you know about dinosaurs؟ ماذا تعرف عن الديناصورات؟ And what did dinosaurs eat؟ بتاكل ايه؟ The size of dinosaurs، حجم الديناصورات كان عامل ازاي؟ Where did they live؟ كانوا بيعيشوا فين بالظبط؟ And when؟ ومتى؟ المعلومات دي هنجمعها في صيغة جمل، زي باراجراف بسيط مكون من جمل بسيطة يتم فيها تعريف الديناصورات. تمام، فهناخد درس الأول كده، حلوين مع بعض زي ما تعودنا، نفهم معاني الدرس. لو في كلمات جديدة بنحفظها، لو في جرامرز أو لانجوج تيبس برضو بنبدأ نشرحها، بحيث نكون في نهاية كل درس خرجنا منه بأهم النقاط اللي مطلوبة مننا. تمام كده، تعالوا نشوفوا لسون نمبر 1. جايب لك بيكتشرز طبعا، وقول لك what do you know about dinosaurs، ماذا تعرف أو ماذا تعلم عن الديناصورات. What questions do you have about them؟ وإيه الأسئلة اللي ممكن تسألها عن هذه الحيوانات الغريبة؟ Listen طبعا، استمع، and write down three facts about dinosaurs. استمع طبعا للشرح للتيتشر، البويسات اللي هينزلها لك، بحيث ان تعرف ثلاث معلومات عن الديناصورات. And share the facts with your class، وابدأ شارك معلوماتك في مع زملائك في الصف. تمام كده، طيب طبعا الليسننج بيكون مقطع صوتي بتسمعه في الصف بتاعك في your class، and بتبدأ انت تجاوب على الأسئلة بتاعتك. جايب لك هنا بعض الأسئلة، قال لك listen to the audio، استمع إلى تسجيل audio again. Is each sentence true or false؟ وأي من هذه الجمل صحيح أو خاطئ طبعا حسب سماعك للمقطع الصوتي. Number one بيقول لك dinosaurs lived millions of years ago. الديناصورات عاشت منذ ملايين السنين، طبعا إجابة true. All dinosaurs were huge. كل الديناصورات بتكون ضخمة طبعا، لا كان في منها الهيوج الضخم أو العملاق، كان في منها السمول. All dinosaurs ate meat، بيأكلوا اللحوم طبعا false. في some ate meats and another some eat plants، وهتاخدوها كمان في الدرس lesson number 3، هيكون موضح أكتر أنواع الديناصورات بتاعتكم. Scientists learn about dinosaurs by studying dinosaur fossils. العلماء بدأوا إن هم يكتشفوا أو يحصلوا على المعلومات أو يتعلموا عن يدرسوا الديناصورات عن طريق إيه؟ عن طريق دراسة الحفريات للديناصورات. طبعا احنا ما كناش نعرف ان في اصلا ديناصورات الا من خلال اكتشاف
بعض البوسلز اللي هو الحفريات اللي هي أجزاء من جسم الديناصورات المتحللة، خلتنا تشتنا إن إحنا كان في حيوانات غريبة تسمى ديناصورات من ملايين السنين. Scientists have many questions about dinosaurs. طبعا العلماء إلى الآن عندهم المزيد من الأسئلة حول هذه الكائنات الغريبة. تمام؟ طبعا true. اوكي، هنيجي للنقطة اللي بعد كده، number 4 read and listen. جايب لك قطعة like amazing اللي بيجي في الامتحانات، قطعة بينقصها بعض الكلمات. طبعا مديك words box في الكلمات اللي انت بتحطها في مكانها الصحيح حسب معنى الكلمة. عندك earth الارض، humans البشرية او البشر، عندك 65 عندك animals حيوانات، عندك dinosaurs الديناصورات. 350 million years ago، منذ 350 مليون عاما مضوا، the first animals الحيوانات الأولى appeared on the land التي ظهرت على الأرض أو كوكب الأرض. The first dinosaurs اللي ظهر الأول الديناصورات appeared 220 million years ago، من 220 مليون عام. Dinosaurs lived on the earth على الأرض for a very very long time، منذ زمن طويل. The last dinosaurs died، آخر ديناصور توفي أو مات 65 مليون years ago، من 65 مليون سنة. Millions of years went by، مضت أو مرت ملايين من السنين. Then just 100,000، 100,000 عام مضوا، the first humans appears، الإنسان الأول ظهر. ده معناه إن الديناصورات عصر الديناصورات كان لسه الإنسان لم يظهر، ولكن البشرية ظهرت بعد عصر الديناصورات. وطبعا من حظنا إن إحنا ما حضرناش عصر الديناصورات وشفنا الكائنات الغريبة المريبة المخيفة في نفس الوقت. تمام؟ طيب ده lesson number 1. lesson number 2 تحت عنوان dinosaur Q&A. took look at the picture of dinosaur and ask your partner the question do you think the dinosaur. انظر الى الصورة اللي عندك وابدأ ناقش زميلك في هذه الأسئلة. could run fast، بيقدر يجري بسرعة. ate meat or plant، بياكل اللحوم ولا النباتات. fought other dinosaurs، could eat leaves at the top of trees، بيقدر ان هو ياكل اوراق الشجر العالية. read and listen. Now read and listen to see if you were right. بعد ما تسأل زميلك تبدأوا تفكروا في الأسئلة اللي انتوا قلتوها مع بعض دي، تعال تأكد من معلوماتك من خلال القطعة اللي قدام منك. هنقرأ القطعة ونفهمها ونترجمها ترجمة حرفية بحيث نعرف المعلومات اللي احنا محتاجين نستخرجها من هذه القطعة. There are many different kinds of dinosaurs، بيوجد العديد من أنواع الديناصورات. يبقى دي أول معلومة أنا استخرجتها. There are many different kinds of dinosaur and they were all different size، جميعها ذات أحجام مختلفة، يعني مش كلها كانت huge ومش كلها is small. okay. تاني معلومة، some ate
meat، البعض منها بيأكل اللحوم، and other eight plants. ادي تالت معلومة وتالت جملة هنحفظها مع بعض. Some dinosaurs ate meat، ادي جملة، بعض الديناصورات بتتغذى على اللحوم. And some dinosaurs ate plants، والبعض الآخر بيتغذى على النباتات. Most dinosaurs، معظم الديناصورات، وليس all. All دي يعني جميعها دون استثناء، لكن لما أقول لك most، معظم، المعظم. Had four legs، لديه، هنيجي بقى لمواصفات جسم الديناصور. للي يحب يتكلم ويكتب باراجراف عن الديناصورز، most dinosaurs had four legs، بيحتوي أو بيمتلك أربع أرجل. But some had two small front ones، البعض وليس الكل يا ولاد بيكون لديه اليدين الأمامتين بتكون صغيرة، تمام؟ like diplodocus. بصوا هنا، الديناصور ده من أنواع الديناصورات اللي بتسمى diplodocus. هنتعرف على أنواع الديناصورات وأسمائها. الوحدة دي ممتعة جدا لأنها بتدخلكوا في عالم الخيال أو في عالم الماضي عن كائنات غريبة أنتوا ما عشتوهاش. طيب إيه كمان؟ like arms، arms بتكون زي إيدي الاتنين. had this made it easier، بتخليه بسهولة أو تجعله بسهولة for dinosaur to catch and kill animals، إن هو يصطاد ويقتل الحيوانات الأخرى. But this dinosaur is called diplodocus، اسمه diplodocus. يبقى هذا النوع من أنواع الديناصورات، بصوا كده، have long neck، له رقبة طويلة، بصوا كده، تمام، عنده short animals، short legs اللي هو front legs، اليدين الأمامتين أو الرجلين القدمين الأمامتين بيكون like arms، كأنها يدين، تمام، والخلفيتين بيكونوا long and long tail. These animals أو these dinosaurs called diplodocus، تمام. It weight، وزنه بقى، وزنه، it weighed the same of five elephants، وزنه بيشبه أو بيعادل وزن خمسة من الأفيال، متخيلين؟ طيب، it couldn't run fast، لا يستطيع أن يجري سريعا، طبعا حجمه ضخم جدا. You can see it in the picture، بص كده في الصورة شكله. It had very long neck، له رقبة طويلة جدا. So that، لذلك، it could eat leaves، يستطيع أن يأكل أشجار، أوراق الشجر، at the top of trees، من قمة الأشجار. It didn't eat meat، لا يتغذى على اللحوم، يبقى هذا النوع نباتي وليس من الحيوانات أو من الأنواع اللي تتغذى على اللحوم. At all، scientists believe that the diplodocus use its tail to fight، إن العلماء بيعتقدوا أن كأنه كان يستخدم ذيله الطويل في محاربة طبعا الأعداء الحيوانات الأخرى. طيب أنا عندي الباراجراف دوت، أنا أقدر أقسمه لثلاث باراجرافات مع بعضنا. الجزء الأول لما بنتكلم في العموم عن الديناصورات عموما دون تحديد أي هوية أو أي اسم، اللي هو أول ثلاث أربع جمل لغاية هنا، الفقرة الأولى، أنا هسمي دي الفقرة الأولى، اللي هو لما أحب أتكلم عن الديناصورات بصفة عامة، تمام. هنا مواصفات، الباراجراف نمبر 2 بيتكلم عن مواصفات الجسدية للديناصورز، برضو الثلاث أربع خمس جمل. الباراجراف نمبر 3 تحديد بقى، تحديدا بيتكلم عن الديبلودوكس. يعني انا ممكن اجيب ورقة جميلة كده ارسم فيها الديناصور ديبلودوكس وابدأ اكتب مواصفاته بالظبط، وهو بيقدر يعمل ايه وبيتغذى على ايه
وكيف يدافع عن نفسه. طبعا هعمل لكم الثلاث باراجرافات دولي وعمل لكم عليهم سكرين شوت وبعته لكم ان شاء الله على الجروب للاولاد اللي عايزين يحفظوا وبيتدربوا على كتابه الجمل. خلاص احنا كده المفروض احنا نكون تمكنا من كتابه الجمل كويس جدا وعندنا القدره على تكوين الجمل يا اولاد. تمام. طيب عندي بعد كده في لانجوج تيبس بسيط جدا اتكلمنا فيه قبل كده عن كانت لا يستطيع اللي هي عكس كان يستطيع، كودنت برضو لا يستطيع عكس كود ولكن في زمن الماضي، ما هي كود الماضي من كان. تمام. ان ابوستروف ريبليسز ذا ليتر او ديناصورز. بصوا هنا كده could run بعدين apostrophe but they couldn't fly. هنا الجملة وعكسها، حطيت انا الابوستروف فين الجملتين بحاجة عكس حاجة، بقولك dinosaurs could run يستطيع ان يجري but they couldn't fly لا يستطيع الطيران. but هنا من ادوات الربط اللي بتربط لي ما بين two sentence جملتين بيكونوا عكس بعض. احنا خدنا قبل كده ادوات الربط في and وفي but وفي so هنشرحها مره تانية ان شاء الله بالتفصيل اكتر من كده. تمام. يبقى انا عندي لما احب اتكلم عن الديناصور بيقدر يعمل ايه او ما بيقدرش بيعمل ايه بحط انا الابوستروف اللي هي علامه الكوما دي بتاعتي، بصوا تحت كده بربط بين جملتين. عندك الابوستروف دي بالنسبة للكومة دي، عندي بقى الابوستروف اللي هي اللي فوق، بصوا فوق كده في كلمة couldn't الابوستروف الصغيرة اللي فوق دي بتكون مكان حرف الاو، يعني هي المفروض تكون could not fly، احنا اختصار بتنطق couldn't وبنشير حرف الاو بنحط مكانها الابوستروف زي ما انتم شايفينها في الجملة دي كده. عندك برضو كلمة can هي المفروض cannot cannot، هنا عندك بصوا كده عندي حرفين اتشالوا حرف ال n وحرف ال o، الابوستروف اللي فوق دي بمكان ال n المفروض c a n n o t، حطلك الابوستروف اختصار تبقى كانت لسهولة النطق. يعني في ناس بيقولوا احنا مش بيبقوا عارفين ينطقوا الكلمة يعني دي معناها ايه. كانت دي في النفي اللي هي عكس كان، وكودنت عكس كود. تمام. تمام. ها ده اللي سهلة وبسيطة. طيب ليسون نمبر 3 بيكون عبارة عن باكتشرز وعندك كلمات. طبعا المطلوب من حبايب قلبي حفظ الكلمات اللي هي بتشمل الأجزاء أهم الأجزاء في الديناصور. عندك أول باكتشرز وطبعا عامل لك وورد بوكس هنا فوتو برانش بيك تيل هورن سباكس شارب تيس. فوتو برانش آثار الأقدام، بيك اللي هو مقدمة الأنف، تيل الزيل، هورن القرن، سبايكس اللي هي الشوك العظمية اللي بتكون في ظهر الديناصور، شارب تيس الأسنان الحادة. طبعا تحت كل صورة بنحفظ الكلمات السبيلنج بتاعها بدون أي أخطاء إملائية ونبدأ إن احنا نكتب تحت كل صورة الاسم بتاعها. الصورة الأولى دي اسمها شارب تيس. شارب تيس. بيكتشر نمبر 2 هورن، بص السهم مشاور على الهورن القرن بتاع الديناصور. هنا في الديبلودوكس زي ايه؟ تيل زيل. تيل سبايكس مشاور على الشوكة العظمية اهو في ظهر الديناصور. سبايكس سبايكس. بيك مقدمة الأنف، بيك. فوتو برانش فوتو برانش طبعا دي آثار الأقدام. تمام كده. كده احنا انتهينا النهارده،
كفاية قوي التلات دروس، ليسون نمبر 1 اند ليسون نمبر 2 اند ليسون نمبر 3، عشان كمية المعلومات اللي فيها مش بسيطة. زي ما قلت لكم هنزل لكم سكرين شوت من الباراجرافات اللي اتكلمنا عليها حلوين. لو في اي استفسار زي ما تعودنا، في اي سؤال بتدخلوا لي على الخاص وبتكلموني بإذن الرحمن اول ما بشوف اسئلتكم بجاوبكم عليها. يا رب نكون قدرنا يا حبايبي نوصل لكم ولو معلومة بسيطة، وربنا يجعله في ميزان حسناتنا وحسناتكم جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.